حياتي انت. الله يعطيك العافيه. طب تعال هون ليه؟ عم بفعل هونك وين رايحة؟ شو؟ رح أعطيها ترميز المربى لبديعة؟ رجعي رجعي، يحرقوا لدمك ما أسألك، رجعي. بدك تدني نفسك على ترميز مربى؟ ولك ما تناوت نفس، هي ما تناوت نفس. لكن شو؟ ولك هاد اسمه نصيب، تعرف شو نصيب؟ يعني حصته للواحد بالدنيا بتجي لعنده، يعني لو كانوا هالقطار ميز، حصته لأسعد والنايب كانت راحت حصتهم لعندهم، بس حصتنا وإجت لعنا، بنرفسها للنعمة، بنقلها روحي ما بدنا إياكي. وإذا عرف أسعد ما بيزعى؟ لحظة إذا بتريدي. لصر مايتي إذا عرف أسعد، شو رأيك؟ خايف كتير من زعله لأسعد لأنه أنا. طيب، وإذا سألك شو بدك تقله؟ أمنيته على حاله ما رأى له شيء، كله مقيد عندي بالدفتر، ها شوفي ما بضيع شيء. الترميز مربى التين عدد واحد لصالح البهيمة تحتي عكتافي في ملايكة، لازم ما أكذب، الزلمة أكابر كتير كتير أكابر، غير باقي المسؤولين ها اللي بتروح لعنده بتوقف عبابه مثل الشحاد، اما هذا بطعميك وبنيمك انت ببيته ما عنده مشكله. اذا حكينا معه مشان تراكتور الجمعيه بيساعدنا. ليك هالحكي ليه؟ لك اذا بتقول له لبل العصفور بقول لك حاضر. لانه كل سنه مسجل بالجمعيه وما عم بينوبنا شيء وعاد الزلمه غلونجي. اي والله غلونجي، الله وكيلك هو ما عم يساعدنا عم يسرقنا سرقه. لا وفوق هالشيء فساد. طيب امتى رح تحكوا لنا معه؟ اليوم؟ خيو؟ دق الحديد وهو حامل. خلاص.